أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل والأرض أبصر به وأسمع. ما لهم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.